بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان عجزي كنزي، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد وصف الله كتابه العزيز بأنه موعظة، في قوله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل أيضا: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. إذن كلمة الموعظة وفعل الوعظ أمر عظيم القدر في الشريعة الإسلامية، لأنه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير المؤمنين وغيرهم. بل إن كثيرا من الأحكام الشرعية قبل أن يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بتلك الأحكام الشرعية أو بعد أن يخاطبنا بها، غالبا ما تصدر بالموعظة أو بما في معنى الموعظة كالأمر بالتقوى. فمثلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الفرائض، ختم ذلك بقوله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فقول تعالى اتقوا الله هذه موعظة بين يدي التشريع نفسه. في سياق آيات الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعظ الناس، فقال عز وجل: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم قولا بلغا. ولذلك امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر الإلهي، وكان يكثر من وعظ أصحابه وتذكيرهم. فمن ذلك ما رواه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وهذا أخرجه مسلم. ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كثيرة جدا، يكفي أن تراجع كتاب الرقاق في صحيح البخاري لتقف على شيء كثير من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة الوعظ والشخص الواعظ
هذا وصف شريف جدا رفع الله شأنه في القرآن الكريم، ويكفي أن الله وعظنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه رضي الله تعالى عنه. فما يشيع عند بعض الناس في سياق كلامه من استعمال كلمة الوعظ في سياق الازدراء أو عدم الاحترام أو البعد عن المنهج العلمي، فيقال لا هذا واعظ، واعظ بسياق أنه إيه، أنت هتظل تعظنا، أنت هتقعد توعظنا. فعند الناس أو عند بعض الناس ممن هم منخدعون بما يسمى الثقافة والعلم ونحو ذلك، نظرة فيها انحراف عن الفهم الصحيح لمعنى الوعظ وشرف هذه الوظيفة، فلا تعارض على الإطلاق بين المنهج العلمي وبين الوعظ، بل الوعظ هو قمة العلم لأنه الذي ندبنا إليه الله تبارك وتعالى. فليس بعد أن يوصف القرآن بأنه موعظة، وليس بعد أن يعظ الله عباده، وبعد أن يعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، شيء يدلل على شرف هذه الوظيفة وعظم أجرها. وذلك لأن الوعظ فيه إحياء للقلوب وكبح لجماح النفس وإسرافها وإعادتها إلى ربها وإيقاظها من غفلتها. ويكفي أن القلب الجامد الذي لا يتأثر بالموعظة فهو كالصخرة الصماء التي لا روح فيها ولا حياة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. كذلك أيضا العين المجدبة التي لا تبكي من خشية الله عز وجل عين لا نور فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا أخرجه الترمذي. فلنتأمل هذا الموقف الرائع العجيب الذي فيه وعظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وسوف نرى كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وتأثيره أن يطهر بعض هؤلاء الناس من حظوظ النفس وأهوائها، وأن يلين قلوبهم وأن يجعلها تتعلق بالآخرة. فقد روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فلا شك أن هذا الموقف العجيب الغريب استثار بعض الأنصار، وكاد يذهب ببعضهم مذهبا بعيدا، كيف هم الذين قاتلوا وسيوفهم ما زالت تقطر من دماء المشركين، ثم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذ الفيء ويعطي هؤلاء الناس الذين أعطاه. انظر إلى تهذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك النفوس التي كانت تهلك بهذا الكلام، وانظر إلى تطهير قلوبهم من علائق الدنيا، موعظة يسيرة لكنها تجاوزت الأذان لتستقر في القلوب وبالتالي تنعكس في السلوك والمفاهيم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم، اقتصر الاجتماع على الأنصار فقط. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله؟ فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. انظر إلى هذا التصدير الرائع في الحديث. فقال له فقهاؤهم، فقهاء الأنصار وكبارهم وحكماؤهم تبرؤوا من أن يفعلوا مثل هذا، بل نسبوا ذلك إلى بعض الشباب حديثي السن الذين لم يفقهوا ولم يلتزموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله؟ فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا أتألف بعض الناس الحديث العهد بالإسلام ليثبتوا على الإيمان، فأعطيهم من زهرة الدنيا ما يعينهم على الثبات على الدين تأليفا لقلوبهم. إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم: إنكم سترون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة. إذن الوعظ ليس خاصا بالعامة فقط، بل إن العلماء والمفكرين وطلبة العلم هم أحوج ما يكونون إلى الموعظة، لأنها تهذيب للنفس وترويض لكبريائها وشططها، تدفع المرأة للتجرد في البحث عن الحق والصدق في التماس الدليل الصحيح، وفي الترجيح بين الأقوال فلا يتيه به الهوى في دركات التعصب والاعتداد بالنفس وبطل الحق، خاصة في زمن الفتن وانتشار الأهواء والشبهات. ولهذا كان العلماء أكثر الناس خشية لله تعالى وقنوتا إليه. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا الموعظة تستثير الغيرة في قلب الداعية، تدفعه إلى علو الهمة وصدق العزيمة، وتطرد عنه غبار الفتور والعجز، وتستنهضه لبذل قصارى جهده في تبليغ الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الموعظة تثبيت لأهل العلم والدعوة أمام مكايد الأعداء وأحابيل المفسدين وظلم الملأ المستكبرين، وفيها إحياء للقلب المعرض الذي أسره هواه وسيطر عليه التقليد والتبعية، فجعله يدبر عن ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذن مواعظ القرآن والسنة قوارع تهز القلوب وتحييها وتزيل الران عنها، وتجعل العبد المؤمن يتوجه بكليته إلى ربه سبحانه وتعالى تائبا منيبا إليه. وسوف نشرع الآن في استعراض موعظة، يعني أنا لست أنا الواعظ، ولكن دوري فيها كدور الدلال الذي يدلل على السلعة ويعلن بيعها بالمساومة. فإن كان صاحب هذه الموعظة هو الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن الصويان حفظه الله تعالى، هو مؤلف الرسالة الافتقار إلى الله لب العبودية. الافتقار إلى الله لب العبودية، لو كان لي أن أسميها اسما آخر لا سميتها عجزي كنزي، تعبير قاله بعض الصالحين من قبل يلخص فحوى هذه الرسالة: عجزي كنزي. عجزي اعترافي بالعجز والفقر والضعف وشدة الفقر والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، هو أعظم كنز أقتنيه ويغنيني عمن سوى الله تبارك وتعالى. عجزي كنزي، يعني عجزي وضعفي وافتقاري إلى الله هو الكنز الذي يغنيني الغنى الذي لا شيء يعني بعده ولا غنى بعده. فحينما تفتقر إلى الله تصبح غنيا، حينما تتقوى بالله وأنت ضعيف تصبح قويا، حينما تلجأ إلى الله عز وجل فقد لذت وكسبت من يعوضك عن كل ما سواه، ولا يعوض شيء عن الله تبارك وتعالى. إذن نستعرض هذه الرسالة المباركة، رسالة الافتقار إلى الله لب العبودية، لما فيها من معان نحن في أمس الحاجة إليها. فمن أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق إلى الله تبارك وتعالى. إذن الافتقار إلى الله عز وجل هو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام:
فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة الفقر فقال ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، لا أنت لنفسك ولا نفسك لك، بحيث تكون كلك لله، كلك لله. وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر، لكن أنت لست ملكا لنفسك ولا نفسك ملكا لك، وإنما أنت كلك لله. وإذا أثبتت ملكا لنفسك قلت مالي عندي أنا، هذا كله ينافي الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن القيم الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، الإنسان في كل أحواله دائما يشعر بضرورته إلى ربه وافتقاره إليه تبارك وتعالى. وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه، لكل شيء أنت مفتقر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالافتقار إلى الله تعالى أن يجرد العبد قلبه من كل حظوظها وأهوائها، ويقبل بكليته إلى ربه عز وجل متذللا بين يديه مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا قلبه بمحبته وطاعته. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانظر هنا قوله لله رب العالمين. قال يحيى بن معاذ النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله عز وجل من القلب. والمتأمل في جميع أنواع العبادة، يعني إذا كان الافتقار إلى الله هو لب العبودية وجوهرها وسرها، فإذا تأملت جميع أنواع العبادة القلبية والعملية فسوف ترى أن الافتقار فيها إلى الله هو الصفة الجامعة لهذه العبادات. فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه. كلما استحضرت الفقر إلى الله في أي عبادة تعبدها مهما كان نوعها كلما تؤثر في قلبك تأثيرا بلغا وتنفعك في الدنيا والآخرة. حسبك أن تتأمل في الصلاة أعظم الأركان العملية، فالعبد المؤمن يقف بين يدي ربه في سكينة خاشعا متذللا خافضا رأسه، ينظر إلى موضع سجوده يفتتحها بالتكبير دلالة جلية على تعظيمه لله تبارك وتعالى وحده وترك ما سواه من الأحوال والديار والمناصب. وأرفع مقامات الذلة والافتقار أن يطأطئ العبد رأسه بالركوع، ولهذا ما ينبغي أن يركع الإنسان أو أن ينحني لأحد أبدا غير الله تبارك وتعالى. فأرفع مقامات الذل والافتقار أن يطأطئ العبد رأسه بالركوع، وأن يعفر جبهته بالتراب مستجيرا بالله منيبا إليه. ولهذا كان الركوع هو محل تعظيم الله تبارك وتعالى، وكان السجود هو مكان السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري وخليق أن يستجاب لكم. فالركوع بالذات مختص بالتعظيم، تعظيم الله تبارك وتعالى. والدعاء في الركوع جائز لكن يغلب عليه الإيه؟ التعظيم، تعظيم الرب عز وجل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقابل أن يستجاب لكم. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وهذا أخرجه مسلم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث هذه إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل لجميع جوارحه، ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الجوارح والأعضاء، فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا له ولخشوعه. ثم قال ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول الذل والتواضع وصفي ولا أدل على ذلك من حالة الركوع أو حالة السجود، هذا أقصى ما يكون من الذل. فالركوع محل تعظيم الله عز وجل،
والسجود أيضا محل التعظيم والسؤال، خاصة حينما تعفر الجبهة بالتراب وتستوي، يستوي أشرف موضع في جسد الإنسان وهو الجبهة بأحط موضع وهو القدمان، فيستويان على مستوى واحد، ولا أدل على ذلك من الذل والخضوع والاعتراف بالفقر الله عز وجل. فكأن العبد في هذه الحالة يقول: الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. إذن هذه المنزلة التي يصل إليها القلب هي سر حياته وأساس إقباله على ربه سبحانه وتعالى. فالافتقار حاد يحدو العبد إلى ملازمة التقوى ومداومة الطاعة. فالخشوع، إذا خشع العبد لله سبحانه وتعالى، فالخشوع حالة تلازم الإنسان ولا تفارقه أبدا. ولذلك قيل لبعض الصالحين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه بعدها أبدا. يعني الجسد قد يكون أحيانا في حالة ركوع وسجود، ويكون أحيانا في أمور أخرى سواء أمور الدنيا أو غيرها، لكن القلب إذا خشع لله سبحانه وتعالى وعرف ربه وعرف نفسه، فإنه يلزم حالة السجود معنى حالة الخشوع والافتقار والذل، بحيث لا يخرج عنها في حال من أحواله. قال: نعم، يسجد سجدة، أي القلب، لا يرفع رأسه بعدها أبدا، يظل عبدا لله في كل أحواله. الوصول إلى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو لب العبودية يتحقق بأمرين متلازمين: هما إدراك عظمة الخالق وجبروته تبارك وتعالى، ثم إدراك ضعف المخلوق وعجزه. أما الأول وهو إدراك عظمة الخالق عز وجل وجبروته، كلما كان العبد أعلم بالله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه، كلما كان أعظم افتقارا إليه وتذللا بين يديه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال الفضيل بن عياض: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. وقال أيضا: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. وقال الحافظ بن رجب الحنبلي: أصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع. ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. ومن تدبر الآيات البينات والأحاديث الشريفات التي جاء فيها ذكر صفاته العلى وأسمائه الحسنى انخلع قلبه إجلالا لربه وتعظيما لمقامه وهيبة لسطوته وجبروته سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى بصفات الهيبة والعظمة والجلال،
فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء. ثم قال رحمه الله: وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود الصفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. عرف ابن القيم الخشوع بأنه خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح. إذن وذكر أن الافتقار إلى الله عز وجل يتحقق بأمرين: الأول إدراك عظمة الخالق وجبروته تبارك وتعالى، أما الثاني فهو إدراك ضعف المخلوق وعجزه، فمن عرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ في الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا. نحن نذكر قصة ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. فانظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم اعتداد هذا الرجل بنفسه وكبرياءه بأن قال له: ذلك الله، ذلك الله، الله سبحانه وتعالى هو فقط الذي مدحه زين وذمه شين، أما أنت فعبد ضعيف مسكين لا تملك لنفسك فضلا عن أن تملك لغيرك شيئا. مهما بلغ الإنسان في الجاه والسلطان والمال فإذا عرف قدر نفسه فإنه يعرف أنه عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا، وحينئذ تتصاغر نفسه ويذهب كبرياؤه وتذل جوارحه ويعظم افتقاره لمولاه والتجاؤه إليه وتضرعه بين يديه. يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. انظر إلى مبدئك: نطفة قذرة ثم تنتهي بجيفة مذرة، فلينظر الإنسان مما خلق. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول، أظن حديث بشير بن الخصاصية على ما أذكر، أن الرسول عليه السلام تفل في يده تفلة أو بسق يعني بسقة في كف، ثم أشار إليها بإصبعه وقال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين برديك وصار للأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى التمثيل هنا العملي بدرس عملي: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، وهذه حقيقة، الإنسان خلق من مثل هذا، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، ثم تابعت عليك النعم حتى إذا سويتك وعدلتك صرت بعد البسقة أو المني تصير إيه؟ إنسانا كاملا سويا كامل الخلقة، ثم صار للأرض منك وإيد من شدة مشيك عليها، ثم جمعت ومنعت، جمعت المال ومنعته فلم تؤدي حقه، فحتى إذا بلغت التراخية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، انتهت فترة الاختبار وانتهت لجنة الامتحان، أن أوان الصدقة يعني فات الأوان. جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين السببي تحقيق الافتقار، فقال: من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه، يبقى إنسان لا يقع في المخالفة
إلا لخلل في تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبه. ولذلك قال الإمام أحمد للرجل الذي كان يخاف، قال له: لو صححت لما خفت، لو صححت إيمانك لما وجدت هذا الخوف في قلبك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتية إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه، عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. وأيضا فإذا عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده، فشمر في التخلص منها، وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص منها، وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به. ثم يذكر علامات الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ويذكر هنا علامات سبعا، فأولها غاية الذل لله تعالى مع غاية الحب، ثانيها التعلق بالله تعالى وبمحبوباته، وثالثها مداومة الذكر والاستغفار، ورابعها الوجل من عدم قبول العمل، وخامسها خشية الله في السر والعلن، وسادسها تعظيم الأمر والنهي، وسابعها سرعة التوبة بعد المعصية. أما العلامة الأولى فهي غاية الذل لله تبارك وتعالى مع غاية الحب. فالمؤمن يسلم نفسه لربه منكسرا بين يديه، متذللا لعظمته، مقدما حبه سبحانه وتعالى على كل حب. طمأنينة نفسه وقرة عينه وسكينة فؤاده أن يعفر جبهته بالأرض ويدعو ربه رغبة ورهبة. قال ابن جرير الطبري: معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. ومن كانت هذه هي حاله وجدته وقافا عند حدود الله، مقبلا على طاعته، ملتزما بأمره ونهيه. فثمرة الذل ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مهتديا بقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الحسن رضي الله عنه: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وأما من طاشت به سبل الهوى ولم يعرف الله عز وجل حق المعرفة، فتراه يستنكف الاستسلام لربه عز وجل ويستكبر فلا يخضع له. قال الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوب. فالافتقار للإنسان صفة ذاتية، يعني ما دام إنسانا لابد أن يكون فقيرا، وما دام الله سبحانه وتعالى هو
خالقه وبارئه، فأيضا لابد أن الله سبحانه وتعالى هو غني لذاته، فالله غني من حيث هو إله، والعبد فقير من حيث هو عبد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني مش الإنسان عارض عليه صفة الفقر، ده هي متأصلة فيه، جزء من كيانه أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، ما قالش أن استغنى، لكن أرآه استغنى، يعني هو رأى نفسه استغنى، لكنه في الحقيقة فقير، لكن هو يتوهم أنه استغنى، فهو لم يستغني في الحقيقة. كلا إن الإنسان ليطغى، سبب الطغيان أنه يرى نفسه قد استغنى، لكن هو في الحقيقة لم يستغني، لأنه فقير إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: إن مقام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة، ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لقهره، ذليل لربوبيته فيه وتصرفه، ذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه. ثم يستطرد المصنف هنا فيوضح أن التواضع هو من مقتضيات الذل لله تبارك وتعالى، فمن مقتضيات التذلل لله عز وجل نزع جلباب الكبرياء والتعالي والتعاظم، والانكسار بين يدي جبار السماوات والأرض، والخضوع لأمره ونهيه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فقوله هنا في الحديث: العز إزاره والكبرياء رداؤه، هذا الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل غير مذكور في السياق، لكن يفهم من السياق أن المقصود العز إزاره أي الله عز وجل، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. فهنا في هذا الحديث محذوف تخديره، يعني بعدما قال العز إزاره والكبرياء رداؤه يقدر هنا إيه؟ قال الله تعالى، لأنه حديث قدسي، قال الله تعالى: فمن ينازعني عذبته، أو فمن ينازعني أعذبه. وهذا رواه مسلم كما ذكرنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس. أمثال الذر، الذر الهباء، الغبار الصغير جدا الذي يرى حينما يخترق شعاع الشمس مكانا فيه ظل، فيظهر هذا الهباء الخفيف، هذا هو الذر. فالمتكبرون يوم القيامة يحشرون في هذا الحجر معاملة لهم بنقيض قصدهم، هو بينتفخ وينتفخ ويتمدد كبرا وخيلاء، يعاقب بنقيض قصده، فيوم القيامة يحقر حتى يصير في حجم الذر لكن على صورة الإنسان. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار أي الذل، حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. من تأمل جميع العبادات الظاهرة والباطنة يظهر له بجلاء أن مقصود العبادة، مقصود العبادة وتحقيق هذا الذل، أن يطامن العبد من كبرياء، وأن يتذلل لمولاه، وأن يظهر الفاقة والمسكنة لربه عز وجل. انظر في أحكام الصلاة، الصوم، المناسك ونحو ذلك، تجد هذا الأمر يعني جليا لا غموض فيه. ولذلك كان الكبر والخيلاء والتعالي من قوادح الإيمان بالله والافتقار إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء. وهذا أخرجه مسلم. لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء، وحبة الخردل هي أصغر الحبوب على الإطلاق، فمن ثم ضرب بها المثل في النهاية في الصغر. لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء. ومن تمام التذلل لله عز وجل والافتقار إليه ألا يتكبر الإنسان على الخلق مهما بلغ جاهه أو عظم سلطانه أو ماله أو علمه، لأنه يعرف قدره ويعرف مآل المتكبرين في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول بعض العلماء: لا تكن أبا شبر، إشارة إلى عبارة عن بعض السلف يقول فيها: من تعلم الشبر الأول من العلم رأى أنه أعلم الناس، فإذا تعلم الشبر الثاني
يتواضع، الشبر الأول بيتكبر، الشبر الثاني يتواضع، الشبر الثالث يرى أنه لا يعلم شيئا على الإطلاق. وهذا المعنى عبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لذلك المغتر والمتكبر لابد أن يكون جاهلا وقليل العلم، فلا يتكبر إلا قليل العلم، لأنه كلما ازداد علما فإنه يزداد علما بجهله ويزداد تواضعه لله عز وجل. فمن تمام الذل لله والافتقار إليه ألا يتكبر الإنسان على الخلق مهما بلغ جاهه أو عظم سلطانه أو ماله أو علمه، لأنه يعرف قدره ويعرف مآل المتكبرين في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتو جواظ مستكبر. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ومسلم. وقال النووي رحمه الله: ضبط قوله متضعف بفتح العين وكسره، متضعف ومتضعف، والمشهور الفتح، كل ضعيف متضعف، ولم يذكر الآخرون غيره غير الفتح. ومعناه كل ضعيف متضعف يعني يستضعفه الناس ويتحقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، يقال تضعفه واستضعفه. أما رواية الكسر كل ضعيف متضعف فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. قال القاضي: وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني الناس يحتفرونه لفقره ورثافته، لكن هو عند الله عالي الشأن، فإنه لو أقسم على الله لأبره الله سبحانه وتعالى. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. كل عتل الفظ الغليظ، الجواظ الجموع المنوع، يجمع المال ثم يمنع حقه، مستكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة فقالت هذه، أي النار، يدخلني الجبارون المتكبرون، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وربما قال أصيب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، يعني ما يملأها. وهذا أخرجه مسلم. ومن حكمة الخالق تبارك وتعالى أن المتكبرين الذين يتعاظمون على الخلق يذلهم الله ويضع من منازلهم وأقدارهم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. وهذا خرجه الطبري في المعجم الكبير وحسنه الألباني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن العبد إذا تواضع لله عز وجل رفع حكمته، وقال: انتعش رفعك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير، فإذا تكبر وعدى ثوره وهصه إلى الأرض. وهصه الأرض يعني ضرب به الأرض، وهصه يعني كسره ودقه. فقال: اخسأ اخسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، حتى إنه أحقر في أعينهم من الخنزير. هذا أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده صحيح. إذن هذه هي العلامة الأولى من علامات الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، غاية الذل مع غاية الحب. وذكرنا بصفة الذل بالذات هي لصيقة بصفة التواضع لله عز وجل. أما العلامة الثانية فهي التعلق بالله تعالى وبمحبوباته. فشعور العبد بفقره وحاجته إلى ربه عز وجل يدفعه إلى الاستكانة له والإنابة إليه، ويتعلق قلبه بذكره وحمده والثناء عليه والتزام مرضاته والامتثال لمحبوباته. قال بعض الصالحين: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. فوز يعني الصحارى والمساحات الشاسعة، فمفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، السفر الحسي، أما مفاوز الآخرة فتقطع بالقلوب. ولهذا ترى العبد الذي تعلق قلبه بربه وإن اشتغل في بيعه وشرائه أو مع أهله وولده أو في شأنه الدنيوي كله، مع ذلك تراه مقيما
على طاعته مقدما محبوبته على محبوبات نفسه وأهوائها، لا تلهيه زخارف الدنيا عن مرضات ربه. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ذكر منهم رجلا قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المساجد، والحديث متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه، لأن المؤمن في حال من حالتين، إما أنه داخل المسجد وإما أنه خارج المسجد. فداخل المسجد هو بجسده وقلبه في المسجد، فإذا خرج من المسجد بقي قلبه متعلقا بالمسجد كأنه ترك قلبه معلقا في المسجد من شدة حب المسجد والالتصاق به. فهو يخرج بالدنيا بجسده وقلبه مرتبط بالمسجد، يشتاق متى أعود إليه في الصلاة التي تلي تلك الصلاة. فهذه نفس الإشارة إلى العبارة التي ذكرناها: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب، أن القلب يكون أقوى من البدن على هذه الأعمال الصالحة. حتى في بعض الأحوال حينما يعجز الإنسان مرض أو ألم أو نحو ذلك عن الخروج إلى المسجد، لكن مع ذلك قد عذر الله الأبدان لكن لم تكن لتطيق القلوب. ولقد رأيتنا ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كذلك حال الصحابة الذين قال الله تعالى فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء مسافرون بقلوبهم، حتى وإن عجزت الأبدان لكن القلوب يعني لا تطيق ذلك. فهذا الشاهد قوي جدا، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني قلبه يظل ملازما للمسجد حتى لو كان جسده خارجا عنه. قلبه معلق يعني هذا يشير أنه دائم الصلة بالله تعالى، دائم الاستحضار لأوامره، لا يشغله عن ذلك شاغل ولا يصرفه عنه صارف. ولهذا قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهل، أي خدمة أهل، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الافتقار إلى الله تعالى فيقول: يتخلى بفقره أن يتأله غير مولاه الحق، وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته، وأن يفرق همومه في غير محابه، وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال. فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله. نجد شخصا مثلا يترك الصلاة وتنصحه في ذلك فيقول: المهم اللي بينه وبين ربنا في عمار، فين العمار وهي كلها خراب؟ ما هو لو في عمار كان ينعكس ذلك في في أن يكون قلبك معلقا بالمساجد. فانظر إلى هذا الكلام وقارن بين أحوال من ينهمك في الدنيا ويضيع الصلاة، فإذا نصحت يقول لك: العمل عبادة، إحنا كوقتي في عبادة، وكأن الصلاة ليست عبادة، لكن انشغال بالدنيا عن الصلاة كأن دي عبادة، لكن هي عبادة للهوى وللشيطان يعني. يقول: فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود، فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه، فقد قطع همه بربه عنه جميع الهموم، وعطلت إرادته جميع الإرادات، ونسخت محبته له من قلبه كل محبة بسواه. ومن تعلق قلبه بربه وجد لذة في طاعته وامتثال أمره لا تدانيها لذة، فأوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس، وبها كمال النعيم، فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك،
وفي الصيام والذكر والتلاوة. ها يا بلال، أرحنا بها وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما الصدقة فعجب من العجب. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم. وأعظم الناس ضلالا وخسارا من تعلق قلبه بغير الله تعالى، ويزداد ضلاله وخساره بزيادة تعلقه بغير مولاه الحق. ولهذا كان ركون العبد إلى الدنيا أو إلى شيء من زخرفها آية من آيات العبودية لها، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يدعو عليه بالتعاسة والانتكاس، وإذا شيك يعني إذا دخلت في جلده شوكة ألا تنتقش، يعني ألا تنزع، تظل إيه تؤلمه وتوجع. الحديث هذا أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه له. ما دمت تعلق قلبك بغير الله فسوف يخضع قلبك لهذا الغير، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وهو في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. يعني العبودية والطاعة لا تحرم الإنسان من هذه اللذة، بل أهل العبادة في عبادتهم أسعد حالا ويجدون لذة لا يمكن أن يجدها أهل المعاصي في معاصيهم. يقول ابن القيم رحمه الله: أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهر البيوت. وقال أيضا: تعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكت واستعبدت بحيث يكون عاكفا عليها فهو نظير عكوف الأصنام عليها، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها ودعا عليه بالتعس والنكس. إذن هذه العلامة الثانية من علامات الفقر لله، التعلق بالله تعالى وبكل ما يحب الله عز وجل. أما العلامة الثالثة فهي مداومة الذكر والاستغفار. فقلب العبد المؤمن عاكف على ذكر مولاه والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في كل حال من أحواله، دائم التوبة والاستغفار عن الزلل أو التقصير، يجد لذته وأنسه بتلاوة القرآن، ويرى راحته وسكينته بمناجاة الرحمن. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
فقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمداومة الذكر والاستغفار، فقال عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وهذا أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذن مداومة الذكر والاستغفار آية وعلامة من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيها اجتهاد في إظهار الفقر والفاقة والعجز، ويمتلئ قلب العبد مسكنة وإخباتا ويرفع إليه تذللا وإنابة، فهو ذاكر لله تعالى في كل شأنه، في حضره وسفره ودخوله وخروجه وأكله وشربه ويقظته ونومه، بل حتى عند إتيانه أهله، فهو دائم الافتقار إلى عون الله تعالى وفضله، لا يغفل ساعة ولا أدنى من ذلك عن الاستعانة به والالتجاء إليه. مقتضى أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى في كل أحواله ويظهر الفاقة والعجز والاحتياج إلى الله عز وجل، مقتضى ذلك أنه لا يركن إلى نفسه ولا يطمئن إلى حوله وقوته ولا يثق بماله وجاهه وصحته، فلا يغتر بكل هذا، وإنما يتعلق بالله ويتوكل على الله عز وجل إعمالا لقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني، كان من دعاء لبعض أصحابه: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، لأنني بشر وطاقتي محدودة، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قوله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فالله سبحانه وتعالى إذا وكل الإنسان إلى نفسه ورفع عنه رعايته وحمايته وصيانته يفسد عليه كل أحواله فورا. ولذلك قال بعض السلف إن الإنسان إذا خذل بأن ورط في معصية فكان يقول: ليس العدو غلب وإنما الحافظ أعرض، يكون هذا بسبب الشيطان هو الذي غلب، وإنما يكون هذا بسبب إيه؟ أن الحافظ الذي يحفظك وهو الله أعرض عنك. فإذا وكلك الله لنفسك طرفة عين أقل فترة من الزمن، فإن الإنسان يفسد عليه كل أحواله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أهمية الإيه؟ الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة اللجأ إليه بالاستغفار والتوبة والإنابة. دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وهذا حديث حسن. ثم إذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره ترى العجب العجاب. ثم إذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره ترى العجب العجاب، ففي سيد الاستغفار تتجلى أعظم معاني العبودية وتبرز أسمى معاني الانكسار والتذلل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بالتقصير وبالذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت،
أبوء لك بنعمتك علي اغفر، وأبوء لك بذنبي اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بل تأمل تذلله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد ينادي ربه، كان يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، ولك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وهذا متفق عليه. فهذا الجمع بين الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وبين الاعتراف بالذنب والعجز، يعمر القلب بالنور ويوجب له الطمأنينة والسعادة. يقول ابن القيم: إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة. هذا معنى في غاية الأهمية في الحقيقة. ابن القيم يقول إن الإنسان فطره الله سبحانه وتعالى بحيث، يعني كما أن البدن لا يستطيع أن يعيش بدون الماء، البدن مفتقر دائما إلى الماء ليحفظ حياته وحيويته، محتاج إلى الهواء كي يحفظ أيضا عليه الحياة وإلى الطعام. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقلب وحيويته كالماء بالنسبة للبدن، أو كالهواء بالنسبة لهذا البدن والحياة. ودي كلام مش كلام مجازي، ده كلام حقيقي قطعا. يقول ابن القيم: إن في القلب خلة وفاقة احتياجا لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب، يعني إذا بقي القلب ذاكرا لله في كل أحوال بغض النظر هل اللسان يذكر أم لا يذكر، فيتكلم هنا عن إيه؟ إن القلب لابد أن يذكر الله في إيه؟ في كل الأحوال. ما الدليل على ذلك من القرآن الكريم؟ نعم، إنسان هل يخرج واحد عن هذه الثلاث صفات أو هذه الثلاث الأحوال؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سواء كان ذكره باللسان أو الذكر بالإيه؟ بالقلب الذي هو الأساس. فابن القيم هنا يشير إلى أهمية أن يظل الذكر شعار القلب. الشعار اللي هو إيه؟ الملابس التي تلي الجسد مباشرة، دي الشعار، الملابس التي تمس الجلد أقرب شيء إلى القلب يعني. فشعار القلب يعني الذكر يكون لصيقا بالإيه؟ بالقلب، وكأنه الغلاف الذي يغلف القلب ويحيط به. إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو تعود إلى القلب، بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة، يعني الأساس أن القلب ذاكر ولا يتوقف عن الذكر في أي حال من الأحوال، في أي الأحوال لا يتوقف عن الذكر، لكن اللسان قد يتوقف كمثلا حال الجماع أو حال الخلاء. ولذلك كان النبي عليه السلام يعد توقفه عن ذكر الله باللسان في حالة التخلي في الخلاء كأنه ذا نوع من التقصير، فكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يستغفر لأنه بقي في هذه الحال عاجزا عن الذكر باللسان، لكن قطعا القلب دائم الذكر. هذا المعنى في غاية الأهمية في الحقيقة، وعلينا أن نراجع أنفسنا في الاهتمام به واليقظة لهذا المعنى وتحقيقه، أن يبقى القلب ذاكرا في كل الأحوال، وهذا له ثواب عظيم كما في الحديث: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حتى لو لم تنطق باللسان. لكن ينبغي أن يبقى ذكر القلب هو الأساس والقاعدة التي لا يتوقف القلب عنها أبدا، يعني حتى الرسول عليه السلام كان إذا نام لا يتوقف قلبه عن الذكر في حال النوم، ولا ينام قلبه، تنام عينه، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، تنام عينه ولا ينام قلبه. وذلك في بعض الأحاديث أنه قام من النوم وصلى مباشرة دون أن يتوضأ، لماذا؟ لأنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام أبدا، فهذه من خصائصه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وصل إنسان لهذه الحالة أن القلب باستمرار في كل لحظة من الليل أو النهار هو ذاكر لله، أما اللسان فهو تابع للقلب، لكن الأساس هو ذكر الذكر بالقلب. يقول: إن في القلب خلة وفاقة
لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال. عارفين في علم التغذية بيقولوا حاجة اسمها الايه؟ الاحتياجات اليومية. الاحتياجات اليومية يقول لك كل يوم لابد جسمك يأخذ من البروتين كذا، ومن الدهون كذا، ومن النشويات كذا، ومن السوائل أو الماء كذا، ومن الأملاح المعدنية كذا، ومن الفيتامينات كذا كل يوم حتى تبقى صحة البدن على ما يرام. فمن الاحتياجات مش في ساعات دون ساعات، لكن في كل لحظة القلب محتاج إلى بقاء القلب في حالة الذكر، فيحتياج يومي. احتياج معنى إيه؟ فقر. هو ده اللي احنا بنناقشه، فقر إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو لب العبودية وجوارها، أن يحس الإنسان بالفقر إلى الله تبارك وتعالى. إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تابع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته، مع كثرة المال، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. أما العلامة الرابعة من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهي الوجل من عدم قبول العمل، الخوف أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل عمل الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. فمع شدة إقبال العبد على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فانظر إلى قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، مش يؤتون ما آتوا يعني المعاصي ويخافون من العقاب، لا، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ومع ذلك هم يخافون ألا يتقبل منهم. فعلى الرغم من حرصهم على أداء هذه العبادات فإنهم لا يركنون إلى جهدهم ولا يدلون بها على ربهم. لذلك لا يدل على الله إلا الجاهل، من الدلال يعني، هنا مش الدلالة اللي هو يعجب بنفسه ويرى أنه عمل حاجة يعني عظيمة كده وينتفخ بالأعمال الصالحة، هو لا يد له فيها، هي محض فضل الله عز وجل. بل هم يزدرون أعمالهم ويظهرون الافتقار التام لعفو الله ورحمته، وتمتلئ قلوبهم مهابة ووجلا، يخشون أن ترد أعمالهم عليهم والعياذ بالله، ويرفعون أكف الضرع ملتجئين إلى الله يسألونه أن يتقبل منهم، كما قال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ربنا تقبل منا. وتأمل قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحتضر رضي الله عنها وتموت، فلما جلس قال أبشري، فقالت أيضا، فقال، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، هذا تصرف من فقه ابن عباس. ابن عباس يفقه أن الإنسان إذا حضر من يموت فعليه أن يذكره بآيات الرجاء، يذكره بالأعمال الصالحة، ما فيش وقت بقى يذكره بالإيه، لأن التخويف المقصود من التخويف الإيه، الحث على العمل، فإذا ما بقيت فرصة للعمل لم يبقى إلا التعلق بأذيال الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. تخويف مثل الصوت تضرب به الدبة حتى يحفزها على الإيه، الجري والسير. فإذا ما بقي لوقت الإنسان خلاص لحظاته الأخيرة في الدنيا وسوف يغادرها بعد لحظات، فالتخويف هنا بالعكس يمكن أن يؤدي به إلى سوء الظن بالله تبارك وتعالى. والحديث إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن أسباب إعانة المحتضر على حسن الظن بالله أنك مش تذكره بقى بخطاياه، ولا تذكره بإيه؟ بالعذاب، وتذكره بالمعاصي ونحو ذلك، وإنما
تغلب جانب الرجاء، تذكره بآيات الرجاء بأعماله الصالحة إلى آخره. فهذا الذي فعله ابن عباس، لأنه الآن يخاطب أم المؤمنين في حالة الاحتضار، فقال لها رضي الله عنها، أولا قال لها أبشري أبشري، وهذا من امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، أبشري. قالت أيضا فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل، وأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل أن تيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك في سببك وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. يعني إيه؟ يتلى فيه براءتك. بعد كل هذا الثناء من ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، ثناء من ابن عباس على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، ما الذي يظن هنا بعائشة؟ ما المتوقع بعدما سمعت هذا الكلام في هذا الموقف؟ هل ركنت على حالها واطمأنت على عملها؟ حاشاها رضي الله عنه، لكنها ردت على ابن عباس فقالت دعني منك يا ابن عباس والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. انظر التواضع وهضم النفس وعدم الركون إلى العمل. الكلام الذي ذكره ابن عباس هو حقيقة أو جزء من حقائق وفضائل أم المؤمنين رضي الله عنه، لكن مع ذلك لم تركن إلى عملها ولم تعجب بعملها، وإنما هي وجلة وخائفة من عدم قبول عملها، فلذلك قالت دعني منك ابن عباس والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، من شدة الإشفاق والخوف من الله سبحانه وتعالى. وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على قول عائشة رضي الله عنها قائلا هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم. طيب حقيقة الخوف من عدم تقبل الأعمال عند أهل الإيمان يؤكدها أربعة أشياء كما يقول المصنف هنا. الأول أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد، يعني أنت تعجب بعملك على إيه؟ يعني ما يساوي عملك هذا؟ ما قيمة عملك؟ فالله عز وجل غني عنك وعن عبادتك وعن طاعتك، هذا معنى مهم جدا، كما جاء في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، فمن يعص الله ورسوله فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، فالله لا ينقصه معصيتك ولا يفيده طاعتك لأنه غني عن عباده. ويقول تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، على لسان سليمان عليه السلام. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فهذا المعنى في غاية الأهمية، الاستحضار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل غني عنك وغني عن عبادتك ومهما عملت. يعني في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يعني لو افترض أن رجلا عمر عمرا طويلا جدا أكبر ما يعمر إنسان، ولكنه من اللحظة التي ولد فيها إلى اللحظة التي مات فيها بعد عمر طويل جدا هرما هرما عجوزا، لو مش العبادة من ساعة بقى التكليف أو من سن التمييز أو لحد ما جالت له أمراض الشيخوخة وعجز عن العبادة أو خرف أو نحو ذلك، لا من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة هرما قضى العمر كله في عبادة الله لا يتوقف عن العبادة ليل نهار في كل لحظة وفي كل نفس، ثم يأتي يوم القيامة بهذه العبادة. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تبارك وتعالى لحقره يوم القيامة، لاحتقر هذه العبادة. ولذلك بعض الملائكة ممن خلقهم الله سبحانه وتعالى من ساعة ما خلقوا إلى يوم القيامة وهم ركوع أو سجود يسبحون الله
ويحمدونه ويمجدونه، ثم إذا جاءوا يوم القيامة يرفعون رأسهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فأن يقدر الإنسان الرب حق قدره هذا لا يمكن أن يقع مهما فعل. والله عز وجل غني عنك، بل توفيقك للطاعة هو نفسه نعمة جديدة منه، وليس من كسبك ولا من كدك، إنما هو فضل لله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر المشهور الذي في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الحقيقة المعاني دي مهمة أوي أوي، لأن في مثل هذا الزمان بنجد الناس بتتكلم على الالتزام والتدين والطاعة، لعملية الانقياد بيخالطها عدم رضا، انه بيشعر ان كأن التدين ده عبء عليه او ان هي قيود. لا، ما هي الا لخيرك انت، وما هي الا لمصلحتك. والله عز وجل لن يستفيد شيئا من عبادتك مهما فعل، وانما انت المستفيد من كل ذلك. يقول الله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم، وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كل البشر والجن والإنس كل المخلوقات على نفس درجة التقوى والعلم والعبادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا إطلاقا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، وهو طبعا إبليس، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي الحقيقة لا ينقصه. قال قتادة وغيره من السلف، وهذه عبارة يعني حري بنا أن نحفظها أو نكتبها ونعلقها حتى لا ننساها أبدا. قال قتادة وغيره من السلف إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه، ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. مهما خيل الهوى للإنسان أن في تجنب الهوى مشقة، وقد يتمنى أن يصير حلالا له، مهما خير له ذلك يجب أن يكون على يقين أن المصلحة في شرع الله، أن منفعته وسعادته هي في الانقياد للوحي الشريف. يقول قتادة إن الله سبحانه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليه، ولا نهاهم عنه بخلا منه، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتأكد به حقيقة الوجل والخوف من عدم قبول العمل عند أهل الإيمان. أول شيء أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد، فلذلك ينبغي أن تخاف ألا يتقبل عملك لأنه غني عنك وعن عبادتك. الثاني أن قبول الأعمال إنما هو من فضل الله ورحمته، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، لأنه لا يعلم الغيب، وإن كان أخبره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بما سوف يفعله به في آيات كثيرة. ومن قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهذا الحديث متفق عليه. فإذا تأملت ذلك أيقنت بضعفك وعجزك، وازددت تضرعا وافتقارا إلى الله عز وجل، ولم تتعاظم في نفسك أو تعجب بجهدك وعملك. يقول ابن القيم كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله. هذا أولا، يقبله منك ولا يرده عليه، ثم يثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. كلما شعر العبد بهذه الحقيقة بانت له عظمة الخالق جل وعلا، وعرف مقدار نفسه. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه، فها هو ذا أجلهم وأعلاهم منزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بصاحبه،
واستقامته، لأن أبو بكر هو الرجل الثاني في الإسلام بعد الرسول عليه الصلاة، وهو أفضل أولياء الله على الإطلاق في كل الأمم. ومع ذلك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء ليس فقط في الصلاة، لكنه أيضا له وظيفة أخرى. هذا الدعاء داخل تحت باب ما يدعو به في بيته، فينبغي أن نحفظ هذا الدعاء وباستمرار، وأنت في البيت تكرر هذا الدعاء. فهو يقال في الصلاة ويقال أيضا في تحت باب ما يدعو به الإنسان في بيته داخل البيت، تظل تكرره كثيرا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أشك أن هذه التربية تحد من استعلاء العبد وتجعله دائما الافتقار إلى ربه، دائما الانكسار بين يديه. وإذا كان هذا مع أبي بكر، فكيف بحالنا نحن المذنبين المفرطين؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من هو، كان يخشى النفاق على نفسه، والعجيب أنه بشر بالجنة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الهاء تعود على إيه؟ على النفاق. ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقال الجعد أبو عثمان: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت بحمد الله منهم صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا. يعني كانوا يخافون النفاق خوفا شديدا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال ابن حجر: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة ابن الحارث والمسور ابن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع. وذلك أن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن رجب رحمه الله: كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. أما الأمر الثالث الذي يتأكد به معنى الوجل من عدم قبول العمل، فهو أن تدرك أن المنة لله جميعا. فالمؤمن ينسب ما به من نعمة وما عنده من طاعة إلى ربه ومولاه عز وجل، فله الفضل والمنة، ولا يزعم أن ذلك من حوله وكده وجهده. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا أخرجه مسلم. ثم إذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة المدثر، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة بادئ الرأي، وضح له طبيعة الطريق، فقال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. من يذكر تفسيرها؟ من تفسير القاسمي يقول: قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. نهي عن إنسان يعطي عطية بنية أن إيه؟ يقابل بأفضل منها. يقال: مننت فلانا كذا أي أعطيته، كما قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك. هذا عطاؤنا فامنن يعني إيه؟ فأعطي أو أمسك. وأصله أن من أعطى فقد من، فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة. وجوز القفال أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العوض كيف كان زائدا أو مساويا.
قال وإنما حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائدا على العطاء، فسمى طلب الثواب استكثارا حملا للشيء على أغلب أحواله. وهذا كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج ولها ولد للحاجة إلى من يربي ولدها، فسمي الولد ربيبا، ثم اتسع الأمر فسمي ربيبا وإن كان حين تتزوج أمه كبيرا. وسر النهي ولا تمن تستكثر، يعني لا تعطي أحدا عطية بنية أنك تنتظر أن يرد لك هذه العطية بإيه؟ بأكثر منها أو بمثلها. وسر النهي أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس إليه تعففا وكمالا وعلو همة، يعني يعطي ولا يتوقع إيه دون أن ينوي أو تتطلع نفسه إلى ردها. وقيل معنى الآية لا تعطي عطاء مستكثرا له فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا، فالسين للعد والوجدان. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. طبعا هذه أيضا تكلم عنها القاسمي وسبق أن شرح ذلك من زمن، لكن نذكركم باختصار يعني، لأن الآيات في سورة النور يقول تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه أي من البر والصلة، والمسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لكن لا يقوم بكفايته، وابن السبيل أي السائل في ابن السبيل الذي انقطع به، وحقهما هو نصيبهما من الصدقة والمواساة. فآت ذا القربى حقه المساكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني يريدون النظر إلى وجه الله يوم القيامة وهو الغاية القصوى، أو يريدون وجه الله يريدون ذاته بمعروفهم لا رياء ولا سمعة ولا مكافأة يد كما قال تعالى. يبقى يريدون وجه الله، يبقى إذا تصدقوا لا يعطون العطية بنية إيه؟ أن يكافئ عليها بمثلها أو بأكثر منها. دي النقطة في كلمة إيه؟ يريدون وجه الله، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني لا رياء ولا سمعة ولا بنية الإيه؟ المقابلة بالمثل يعني. كما قال تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما ينتظر شيئا من العطاء يجازى به. تأملوا الآية الذي يؤتي ماله، هذه في أبي بكر رضي الله عنه، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعطي لوجه الله وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة انظر تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما أتيتم من ربا أي مال ترابون فيه، ليربو في أموال الناس يعني ليزيد في أموالهم لأنهم يأخذون أكثر منه، فلا يربو عند الله أي لا يزكو ولا ينمو ولا يبارك فيه، بل يمحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الوبال والنكال. في تفسير هذه الآية هناك معنى آخر، وهو أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى. إذن في هذه الحالة هل الزيادة حرام؟ ليست الزيادة حراما، فتسميتها ربا مجاز لأنه يكون سببا في الزيادة. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، بنفس المعنى الذي ذكرناه في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وعلى هذا التفسير الثاني أنه يهب الرجل الهدية ليعوضه خيرا منها، ده بيسموه الربا الايه الحلال، الربا الحلال أنه لا إثم فيه، واضح. لكن الحقيقة القاسمي ناقش هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء 13 من محاسن التأويل فليرجع إليه من شاء، لكن ده تنبيه عابر بس لمعنى قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فهي وصية واضحة لا غموض فيها، تجرد العبد من استعلائه وإدلاله على ربه، تملأ القلب مهابة وإجلالا لله عز وجل صاحب الفضل والمنة. من لطائف هذا الباب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما طعن وجعل يتألم، نذكر الحديث مباشرة من صحيح البخاري، الحديث يقول الإمام البخاري حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لما طعن عمر جعل يألم، جعل يألم بيتألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض،
ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الشاهد، قال عمر: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. يعني ليس لي فضل في هذا، وهذا هو الشاهد، أن تنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، منا لله ولا ترى عملك. أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. في شرح الحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله لما طعن عمر جعل يألم، وطبعا الطعنة واضح أنها كانت في مقتل، لأنها قتلت أمير المؤمنين، ثم إنه لما سقوه لبنا خرج اللبن من الجرح، فغالبا دي كانت فين؟ في المعدة، لأن المعدة موضع قتل يعني وموضع موت، فجعل يتألم. فقال له ابن عباس: وكأنه يجزع، يجزع يعني كأنه ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه، يعني لماذا أنت تجزع أمير المؤمنين وأنت قدمت خيرا فإن شاء الله سوف تقدم على خير، ده المعنى كأنه يجزع. فلها عدة احتمالات في التفسير، إما يجزع يعني ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه، أو يجزع بمعنى يزيل عنه الجزع، كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. إيه تفسير فزع؟ يزيل عنهم الفزع. فيجزع يحتمل أن معناه إيه؟ يزيل عنه الجزع. والشاهد هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنهم الفزع، كما تقول مرضه، مرضه تمريضا إذا عانى إزالة مرضه، بيزيل مرضه فنسميها إيه؟ تمريضا. ويقول ابن عباس في بعض الروايات في نفس الواقعة: مسست جلد عمر فقلت: جلد لا تمسه النار أبدا. قال فنظر إلي نظرة كنت أرثي له من تلك النظرة. يعني تألم عمر جدا ونظر إليه مش قادر يتكلم، نظر إليه كده وهو أنكر عليه جدا أن يقول له هذه الكلمة. طبعا ابن عباس بيقولها بناء على أنه من الإيه؟ من الأشهر البشرين بالكلمة. فالمهم ففي الحديث: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس: وكأنه يجزع يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك. وفي رواية: ولا كل ذلك، أي لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه، أو ولا كان ذلك يعني كأنه دعاء، يعني لا يكون ما تخافه، أو لا كان ذاك يعني لا يكون الموت بتلك الطعنة، كأنه إيه؟ يفسح له في الأمل وفي الأجل، يقول له لا كان ذاك يعني الموت ده مش هيجي لك من الطعنة دي، كأنه بإيه؟ يخفف عنه. ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم، يعني المسلمين، إلى آخره. الشاهد هنا أيضا هو هنا قال: يا أمير المؤمنين وإن كان ذاك، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لا تفارق لهم وهم عنك راضون. قال أي عمر: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي، يعني أنا جزع مش جزع علشان جرحت وأنني مقبل على الموت، أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، يعني إيه؟ شايل أهم هذه الأمة، أحمل همكم، فأنا عشان كده جزع، خايف أموت وأترككم وأحمل هم من أستخلفه عليكم. واضح؟ فيعني حتى هذه اللحظة عمر يحمل هم إيه؟ المسلمين. قال له: أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، يعني من جهة فكرته في من يستخلف عليهم، أو من أجل فكرته في سيرته التي سراها فيه. من أجلك وأجل أصحابك، يعني أنه بيفكر من الذي يستخلفه حتى يقوم بأمور المسلمين، أو من أجلك وأجل أصحابك أحاسب نفسي وأنا مقبل على الله عن سيرتي التي سرتها فيك أنت وأصحابك، كيف سيجازين الله علي؟ هل قصرت فيها؟ هل كذا؟ ده تفسير آخر. كأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه لربه.
ثم قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. الهاء تعود على العذاب. فموضع الشاهد طبعا هنا يعني واضح، وهو قوله أن هذا منة من الله تبارك وتعالى. أما المعنى الرابع فهو أن العبد لا يأمن على نفسه الفتنة. العمل بالخواتيم وأنت لا تدري، خواتيم مغيبة، فعلى أي شيء هتعجب بعملك؟ المهم نتيجته في الآخرة، وأنت غير واثق ببقائك على السلامة والعافية، وربما تتعرض لفتنة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، وهذا رواه مسلم. فالعبد مهما بلغت منزلته فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة، ويخشى أن تجرفه رياح الأهواء والفتن. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وهذا رواه مسلم. فإذا كان هذا دعاء رسول الله عليه السلام فكيف بمن عداه؟ قال جبير بن نفير دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد فجعل يتعوذ بالله عز وجل من النفاق، فلما انصرف قلت له غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ ما شأنك وما شأن النفاق؟ فقال اللهم غفرا ثلاثا، لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، والله إن الرجل لا يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. وهذا في صفة المنافق للفريابي، والله إن الرجل لا يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ويقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا. وقال ابن القيم إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين المعجبين بعملهم، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. يعني هو فيك أيها المدل المعجب بعمله، يعني ذلك يقولون رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من حسنة أورثت عزا واستكبارا. فيقول ابن القيم يعني لا تعجب بعملك مهما أتيت الأعمال الصالحة، ولا تتكبر على إخوانك من المذنبين البكائين المستغفرين. يقول لعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. يخاطب هنا المدل بعمله المعجب بعمله، يعني ربما ابتلاه الله بهذا الذنب ثم أسقاه دواء لهذا الذنب، دواء لهذا الداء الذي فيه، فاستقام بسبب هذا الذنب وعاد عليه بالبركة. يقول ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر، وهو داء الاستكبار. يقول ابن القيم أيضا يشهد العبد في مشهد الذل والافتقار، يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كثرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله. يعني إناء، تخيل إناء مثلا من الفخار انكسر والناس خطأوه بأقدامها حتى صار فتاتا، فالإنسان يرى نفسه بهذه الصورة لا شيء فيه، هل إناء فيه طعام أو شراب؟ تتكسر خلاص، لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه، فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوت طاعة الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. ثم يقول ابن القيم فما أقرب الجبر
من هذا القلب المكسور. إذا دخلت على الله بهذا القلب المكسور الذي يرى أنه لا فيه ولا منه ولا به ولا يعني لا قدر له على الإطلاق ولا دواء له إلا أن يجبره الله. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. أما العلامة الخامسة فهي خشية الله في السر والعلن. يقول: الخوف من الله تعالى من أجل صفات أهل الإيمان. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وخشية الله عز وجل في السر والعلن من أعظم آيات الافتقار والفاقة إليه سبحانه وتعالى. فمن عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأدرك عظمته وجبروته وسلطانه الذي لا يقهر وقدره حق قدره خاف منه حق الخوف، ولهذا قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ومن كانت هذه هي حاله رأيته متيقظ القلب يرتجف خشية وإشفاقا دائما المناجاة لربه يستجير به ويستغيث استغاثة المفتخر الذليل. قال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال أيضا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الحسن البصري: تجري دموعهم على خدودهم فرقا أي خوفا من ربهم. تأمل أيضا قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو الافتقار التام لله عز وجل والانكسار بين يديه تذللا وإنابة. وشرط الخشية الصادقة أن تكون بالغيب، لأن القلب لا يتعلق إلا بالله ولا يلتفت إلى ما سواه. يقول تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفي الحديث 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني من الخلو، ليس أمام الناس، فإن هذا يكون أبعد من الرياء. والمراد بقوله ذكر الله خاليا أي خاليا من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ، خاليا من الالتفات لغير الله حتى لو كان في وسط الناس. فهو هنا الحافظ بن حجر يفسر الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني خاليا من الالتفات إلى غير الله سواء كان وحده أو أمام الناس، فإنه لا يبالي بالناس ولا اعتبار لهم عنده، وإنما دائما الالتفات والخشية لله سبحانه وتعالى. والخوف من الله عز وجل عبادة قلبية تدفع العبد إلى الحرص والجدية والإقبال إلى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني ضرب مثل بالمسافر، إذا خاف الفوت أو ألا يصل إلى الموعد في المكان الذي يسافر عليه فإنه يصل الليل بالنهار، هذا معنى أدلج. من خاف الفوات أو التأخر فإنه يواصل السير حتى في الليل يمشي ليقطع المسافة. ومن أدلج بلغ المنزل. ولهذا قال الحافظ عبيد الله بن جعفر: ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله تبارك وتعالى. وتتجلى حقيقة عبادة الخوف والخشية
وتتمثل في الجوارح. ولهذا جاء في حديث السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كذلك في حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار وأطبق عليهم الغار، قال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجال النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها فجمعتها، إلى أن قال إن لما أوشك على الوقوع في المعصية قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا. ولذلك يقول سعيد بن جبير في تعريف خشية الله تبارك وتعالى: إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية. أما العلامة السادسة وهي قبل الأخيرة في علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فتعظيم الأمر والنهي. فغاية العبادة التسليم والانقياد محبة وتذللا. فتعظيم الأمر والنهي من تعظيم الله جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومعنى تعظيم الأمر والنهي الوقوف عند حدود النصوص الشرعية والالتزام الصادق بمقتضياتها ومدلولاتها والعض عليها بالنواجذ. فيقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يقول ابن القيم: استقامة القلب بشيئين، أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحب، والثاني تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، قال عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا ترجون لله تعالى عظمه. ثم قال: فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها. ثم ذكر ابن القيم عددا من علامات تعظيم المناهي، وهي على وجه الاختصار: أولا الحرص على التباعد عن مظانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب إليه، أي وسيلة تقرب الإنسان إلى ما نهى الله عنه فإنه يتباعد عن كل ما يمكن أن يورطه في ذلك. ثانيا أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. ثالثا ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون فيه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. ألا يسترسل مع الرخصة، يعني لا يظل يتتبع الرخصة ويتمادى فيها إلى أن يقع في الترخص الجافي، فإن الترخص الجافية مما يتنافى مع تعظيم المناهي. مثل ذلك مثلا رخصة التعريض، مثلا التعريض الشرع نهى عن الكذب، لكن وجدت رخصة التعريض، يعني يباح التعريض أن تتكلم بكلام أنت صادق فيما قلته في الظاهر لكن يفهمه من تسمعه بصورة أخرى، فجعلت المعاريض مندوحة تغني عن الوقوع في الكذب، فهي رخصة عند الحاجة. فإذا الإنسان تجافى في الرخصة وتمادى بحيث غلب على كلامه التعريض، كل سؤال يجيب بتعريض ويتمادى في استعمال التعريض، فإنه بلا شك ينتهي به الأمر إلى الوقوع في الكذب بسهولة. فهي رخصة لكن لا يتجافى الإنسان في استعمال الرخصة إلى حد أن يجرئه على الوقوع في الكذب. أيضا أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه متمثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. أيضا من تعظيم الأمر والنهي ألا يعلق الإنسان انقياده للحكم الشرعي على معرفة الحكمة أو العلة وراء ذلك الحكم، فإن هذا مما يتنافى مع أدب العبودية، فلا بد في كل أمر أو نهي من حكمة، ولا يشترط أن تنكشف لنا هذه الحكمة، بل قد تكون أحيانا بعض أمور تعبدية بمعنى أنه لا يعقل معناه، هي لها معنى لكن عقولنا لا تدركه. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القسم من العبادات من أجل أن يكون إكمالا وإتماما لإظهار الانقياد، لأن معرفة الحكمة والانقياد للأمر نتيجة معرفة العلة والحكمة
هذا فيه نوع من حظ النفس، أن اقتنع ثم انقاد نتيجة الاقتناع. أما الأمور التعبدية فجوهرها أن تنقاد لأمر الله، لأن الله أمر بهذا، كتقبيل الحجر الأسود الذي قال فيه عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فإذا لا تعلق الإنسان انقياده على معرفة الحكمة، لأن ذلك يضعف التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول هنا: ومن المسائل الجديرة بالعناية في هذا الباب أن على العلماء وطلبة العلم والباحثين ونحوهم العناية بالاستدلال والاعتماد على النصوص الشرعية في العلم والعمل، يعني كثرة الاستدلال، ودائما يبني الإنسان كلامه على الأدلة، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. ويجب أن يكون نظرهم في النصوص نظر المفتقر إليها، المتتبع لهداياتها، الملتزم بدلالاتها. وما أجمل قول الإمام الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. يعني استعد على أن تكون منضبطا بالأوامر الشرعية والتوجيهات الشرعية في كل ما استطعت من أفعال، فحتى لو كنت لا تستطيع أن تحك رأسك إلا بدليل يثبت لك ذلك فافعل. وطبعا هذا على وجه المبالغة والتحري، يعني اتباع السنة. أما من نظر في النصوص الثابتة ثم تقدم بين يديها أو أغار عليها بالتأويل المتعسف أو التحريف المتكلف، وراح يفسرها مجاراة لأهواء الناس أو مداهنة لأهل العلمانة والتغريب، فإنه لم يكن في الحقيقة مفتقرا لها معظما بحدودها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ألا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عندهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذه المسألة في غاية الأهمية، خاصة في هذا الزمان، حيث تجري أحيانا مناقشات في بعض القضايا، ويكون من المعلوم والشائع أن هناك حديثا في هذه المسألة أو حكما شرعيا، فنجد في بعض المنتديات والحوارات أناسا يتكلمون على أساس إلغاء المرجعية الإسلامية تماما، كأن الإسلام لم يعد مرجعا لنا في حياتنا، فيتناول القضية من كافة الجوانب، وتكون فيها آية واضحة أو حديث، لكنه عنده نوع من الرهاب أو الفوبيا من أن يجيب سيرة الآيات أو الحديث، فيتكلم ويروخ ويلف ويدور، حريص جدا أن يتجنب إيه؟ أن يذكر آية أو حديثا. كمان يتكلم في قضية الختان مثلا ويتعامى تماما عن وجود دليل في هذه القضية. والرسالة الخطيرة التي تصل في هذه الحالة هي إيه؟ إلغاء المرجعية الإسلامية. الإسلام لم يعد مرجعا، وهذا في غاية الخطورة والانحراف. سمعت مرة قائدا عسكريا بيتكلم في معركة رمضان، العاشر من رمضان وعبور قناة السويس، فبيتكلم على طبيعة النفسية اليهودية، على أنها نفسية لا يمكن أن تواجه أحدا إلا من وراء جدران وأبنية وأسوار ونحو ذلك، ثم تراه إيه؟ بيلف ويدور حول نفس المعنى، إن دي طبيعة تركيبة النفسية اليهودية، إنه لابد أن يتطرس وراء شيء. والآية واضحة أمامه، يعني لا يخاطرونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فطبعا هذا مكانها وهذا موضعها، لكن تجد تجنب الإيه؟ ذكر الآيات والأحاديث، وهذا فيه ما فيه من الخطورة إذا تمادى الناس في هذا ولا ينتظر من ذلك خير. أما العلامة السابعة من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهي سرعة التوبة بعد المعصية، فإن الخطأ والزلل صفة بشرية ملازمة للإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا رواه مسلم. إذن التوبة إلى الله من أعظم وأجل صفات أهل الإيمان. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
يقول ابن القيم في تعريف التوبة: حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. الندم على ما سلف منه في الماضي، وفي الحديث الندم توبة، الندم توبة، يبقى لابد من الندم على ما سلف منه في الماضي، ثم الإقلاع عنه في الحال، ثم العزم على ألا يعاوده في المستقبل. والعبد الصالح إذا زلت به قدمه وعصى الله عز وجل اتصف بصفتين متلازمتين: الأولى سرعة الندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فمن كان قلبه حيا بالإيمان لم يسرف على نفسه في فعل العصيان، ولم يصر على غيه، بل سرعان ما يرجع إلى ربه تائبا منيبا إليه. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قوله أواب أي رجاع تائب مقلع. أما الصفة الثانية التي يتصف بها المؤمن إذا أذنب بعد سرعة الندم والرجوع إلى الله، فهي عدم الاستهانة بالمعاصي. فالمؤمن لا يستهين بالمعصية مهما كانت صغيرة، تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الأعمال، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يتحرجون أشد التحرج من الوقوع في المعاصي كبيرها وصغيرها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا أخرجه البخاري. وها هو ذا عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا بيده فوق أنفه. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر: قال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور، فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه. والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه، بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان، فلا يأمن من العقوبة بسببها. وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في بيان حد التوبة، يقول: هو نار في القلب تلتهب وصدع في الكبد لا ينشعب. توبة نار في القلب تلتهب وصدع في القلب لا ينشعب، فيجد المؤمن في قلبه ندما وألما على مقارفة العصيان، ويتفطر فؤاده فرقا وخشية من ربه عز وجل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة، احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالشاهد هنا قوله: وابكي على خطيئتك. فلا يزال الانكسار والخضوع في القلب بسبب المعصية حتى تصبح التوبة من الذنب أنفع للعبد من كثير من القربات. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الرجل ليذنب الذنب ما يزال به كئيبا حتى يدخل الجنة. وشرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. فقال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة فتكون سبب هلاكه.
كما قال بعضهم: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله عز وجل والحياء منه، والاطراح بين يديه منكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء للناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله وعلى عباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبه، ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويخضعوا له، ويجد في قلبه بغضة لمن يفعل به ذلك. وهذا آخر ما أمكن اختصاره من هذه الرسالة المباركة: الافتقار إلى الله تعالى لب العبودية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.